احسن ماسك اللي نقدروا نستعملوه دابا في هذه الوقيته، حيتاش ديجا الجو متقلب. يعني خاصنا شي ماسك اللي يناسب البشره ديالنا، واخا تكون ناشفه، واخا تكون الا كانت جافه، ولا كانت دهنيه. دابا الجو بعض المرات البشره ديالنا كتكشبر، كتولي ناشفه، وبعض المرات ملي كيكون الصهد راه كتولي بحال مزيت. المهم انا خدامي الكركدي، كتاخذو من عند العطار، غندير واحد شويه بحال هكا، ونزيد عليه كاس ديال الماء. خصني نزيد شويه صافي، وغادي نديرو يطبخ حتى كيطلق مزيان داك الكركدي، وغادي نزيد عليه معلقه ديال النشا ونديروه ماسك. ها نتوما راه هاد الخليط اللي بقى ليا، هاد الماء اللي بقى ليا اللي فيه الكركدي، غادي نخليه تنستعملو مره اخرى. انايا صافي راه صايبت، درت هذيك المايزينا، بقيت كنحرك حتى ولا بحال هكا خاطر واحد شويه. صافي غادي نخليه يبرد شويه، وغنابليكي على وجهي حتى يبرد، ماشي نحرقو وجهنا. هذا غادي نحتفظ به هنايا في هذه البواطه، وغادي يبقى ليا باش نعاود نصايبيه غدا وبعد غدا ان شاء الله، نديرو في الثلاجه. مختي قبل ما نابليكي الماسك درت واحد القماش دغيا دغيا دغيا، انا كناخذ واحد القماش من مينيسو، هو اللي تبعت صراحه. هذه هي التوب الثانيه اللي كنشري، كنت كندير قماش غير ديال القهوه والزيت ديال الفرماجه كل مره وشنو، ولكن هذا صراحه عجبني بزاف، زوين عرفتو، كتحسو بلا بو تنقات، وكيعطي واحد لا زوين. انا درت دابا هاد القماش هذا، عاد غادي راه زوين بزاف، خدو من مينيسو رخيص، كنظن ندير غير شي 35 درهم شي حاجه بحال هكا اللي داير، وكيبقى يعني راه كيدي مود كبير. ودابا غادي ندير الماسك ديالي، ونخليه تقريبا واحد 15 دقيقه حتى ينشف مزيان، وغادي نقشروه حتى هويا. متخافوش غير انا ابليكيت الماسك، صافي ساليت، صافي غسلت وجهي من هذاك الماسك، شوفي كيفاش كيبقى الوجه. لا لا صافي بنتي، حيدتو الماسك. كيفاش جامعه؟ صافي درت ليه لاف لاف. دابا غادي نصايب معكم واحد الماسك واحد اخر، شوفوا تبارك الله. غزال، غنصايب معكم واحد الماسك واحد اخر، سي بوغ لي ماموي، ساهل حتى هو، المكونات ديالو ساهلين. نخليكم معايا شحال ديال البنات كيشريو هاد الكبسولات ديال الماسك المضغوطه ولا الكومبريسي فاسيال ماسك، ما كيعرفوش كيفاش يستعملوهم. هذا بالنسبه ليا كنستعملو بزاف ديال الطرق، دي فوا كندير ماسك اللي كيكون كيتقشر، كنهز هذا كنرقدو في ماورد اولا في ماء عادي الا ما عنديش ماورد، وكنحطو فوق من هذاك الماسك، وملي كنبغي نقشر كيجيني ساهل. دابا غادي نصايبو به هو ماسك، وغنديرو على وجهنا. حكيت خياره في حكاكه رقيقه، هاد الحكاكه هادي اللي كتكون بحال هكا، شي الحكاكه ديال الثومه. فوالا غادي نحطها دابا هنايا، ونخليها تسقط حيت ناخذ غير الماء ديالها، وبطبيعه الحال هاد الشلف ديالها راه ما غنلوحوش، راه نستافد منه ونصايب به قماش حيت غندخل ندوش اليوم. انا سبقت لي ماسك قبل ما ندوش، حيت ما يكونش عندي الوقت مور الدوش، باغا ندير لايف في تيك توك. ايوا داكوغ مامو، ايوا سبقت لي ماسك هما الاولين، وغندير واحد الدوش خفيف ظريف باش نمشي ندير لايف. ولا كناخد غير الماء ديال داك الخياره. الكبسوله ديال الماسك بحال هكا كتجي بحال الاسبرين، ما كتهرس ما والو، قاصحه فريمون قاصحه. هذاك الماء اللي صفيت ديال الخياره هو هنا، وهذه كيف ما قلت لكم غنصايب بها قماش حتى ان شاء الله الفيديو الجاي نشاركوا معكم. دابا غادي نطلق هذه الكبسوله هذه هنا ونخليها، شوفوا كيفاش كتولي بوحديتها، كتزيد يكبر الحجم ديالها وكتحل بوحديتها. غتشرب مزيان هذاك الماء الخيار، نخليها واحد شويه دقيقه حتى لجوج دقائق، مره مره نحركها هكا حتى كتبان ليا تحلات. نخليها واحد شويه واحد جوج دقائق ونعاودو نطلقها. صافي انا رجعت ليها، غادي نعصرها غير واحد شويه باش ما يبقاش يقطر ليا الماسك من وجهي بحال هكا، غير واحد شويه، وغادي نديرو دابا على وجهي. ابليكيت هذاك الماسك مزيان على وجهي، غنديرها
بتي كوماج ان بتي ماساج. انا ما كيجينيش دائما سبحان الله العظيم هاد الطريقه ديالو باش مفصل البلاصات العينين والنيف وديك شي ما مزياناش ما قداش مزيان. فوالا شفت ريحه الخيار تبارك الله عاطيه. رحت شويه الماساج هكا كتحمقني ريحه الخيار. انا الرولو ديال الصباغ اختي ساليت الدوش ديالي. حاجه واحده اللي ننصحكم بها هذه الا لقيتوها غير خدوها. انا كناخدها من مينيسو ولكن راه كيكون عندهم الماكياج مال الماكياج العاديين كيكون هذا الفيتامين سي فاسيال سبراي كيكون دي مارك واحده اخرين. هذه لا مارك ديال مينيسو ولكن راه كاينين دي مارك واحده اخرين فيتامين سي واعره بزاف بالنسبه للوجه. ما كتخليش هذوك التصبغات ودوك لي الكلاف وبزاف ديال البقع كتحيدهم من الوجه بزاف وكتحسي بالانتعاش ملي كترشيها بحال هكا مور ما كتغسلي وجهك ولا مور الدوش. وهذه لقيتوها في مرجان خذوها. انا راه كنستوكي منها نتوما. هذه راه سالات وعندي هذه كنستعملها انا في الكوافوز وعندي وحده في الدوش وعاد مكيله عاوتاني منها واحد اخرين عرفتي حطيتهم مكيله من واحد اخرين باش من فيما 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 كنطلع المرجان كنلقى اللي لقيتو في الغيون فين كيكونوا محطوطين كناخذو. ما كنخليش حيت انا ملي كنمشي كنلقى عباد الله مكيلين وما كيخليوهاش ليا. ها نتوما مكيله من واحد اخرين شي خمسه اخرين عندي هنايا لقيتهم دايرين ليها برومو مؤخرا يعني ما ماشي بالثمن ديال الاصلي. كما قلت لكم دي فوا كنلقى ب 30 درهم بجوج دي فوا كنلقى ب 30 درهم الوحده ودي فوا كنلقى 19 درهم فيها جوج. انا المره لقيت 19 درهم فيها جوج جبت منهم شي خمسه ديال لي باك يعني جوج بحال هكا باش تفهموا. هذه راه سالات باقا كنحلفها ما كنلوح حتى كنلوحها خاويه حيت ماشي شي حاجه اللي سهله انني نضيعها حيت مجربه بطبيعه الحال. وعندي واحد السيده قريبه ليا انا يا جارتي كان مسكينه تيجا واحد الحبوب وواحد سميتو وانا نصيفط لها واحد قلت لها شوفي قلت لها هذه كادو من عندي جربيها وجربتها فريمون الحمد لله ما شاء الله الله يبارك وجهها تبارك الله والله صافي ما بقاوش فيها دوك الحبوب بزاف مشاو لها من هنا. كان عندها واحد الحبوب غلاط تخلعت واحد الوقت على وجهها ما بقات عارفة شنو غدير ولكن منين صيفط لي هذه وجربتها فرحات بزاف ان الوجه كيكون نقي. باقي لي شهرين خصني نشارك معكم واحد البرودوي اللي كنستعمل ليه مؤخرا باش ما كنحرقوش بالسشوار غير كندوز عليه دغيا كيولي ليس وكيولي هابط. انتم هذه بالنسبه للبنات اللي قالوا لي خديناها وكتخلي لنا وجهنا ناشف. راه ماشي كتخلي الوجه ناشف ولكن ما كتخليش هذاك لي في ديال بحال ديك لي كريم اخرين اللي كترطبوا بهم وكيخليو لك الوجه مزيت. هذه راه كتشربها البشره شفتوها كتشربها البشره ما كتبقاش كاع ما كيبقاش داك الزيت ميدم ولا الوجه ميدم هكا يا ما. انا ما كيعجبونيش هذوك لي كريم اللي كيخليو داك ليدم في الوجه. هذه كتخلي الوجه يعني عادي البشره عاديه وفي نفس الوقت كتحسي بها راه كترطب من الاعماق.
انا راه كندير منها الرم، داكشي اش كنكيل منه. ويلا داومتيها غير درتيها غير يومين مثلا، درتيها في الصباح وفي العشيه يعني دو فوا باغ جور، كتحسي بالفرق يعني كيبان لك الفرق، وكتحيد حتى لي سيرم. هي راه ماشي كتغطي، راه كتابسورب دغيا، كتمشي في البشره، ماشي كتغطي زعما باش تقول راه كتغطيها نتوما بحال انا بحال انا، ولكن كيتشربها الجسم وكتمشي. واخا تمشيو بها لابيسين ولا شي حاجه، غير هي راه ما كتبغيش الشمس. راه معروف ان كاع لي كريم اللي كيكونوا هكا كيفتحوا البشره وكيعاونوا على يحيدوا الاثار ديال البقع الدكينه ولا شي حاجه، معروف انهم ما خصكش تخرج بهم في الشمس. انتيغدي اختي الشميشه، الا بغيتي تخرجي للشمس غسلي وجهك بالصابون وديري شي ايكرون ولا ضرقي وجهك من الشمس. صافي ساليت، غادي نطراسي غير حجباني حيت باغا ندير لايف، شعري غنخليه تم بعد اللايف عاد نصايبو حتى نشوف واحد شويه، لان شعري كيشد ليا الماء اكثر من القياس، ما عرفتش شكون اللي عنده نفس المشكل ديالي، كيشد ليا الماء اكثر من القياس. غنمشط غير حجباني غنمشط وصافي، ما ندير شي قلم ولا شي حاجه، ما كنديرش قلم، كندير غير هادي باش كيتفيكسا، كتسمو غير الصابونه شي حاجه بحال هكا. انا وحده كنكحل بها، وحده كنديرها حجباني. مكياج ديالي راه ما كنديرش مكياج، ما كنديرش مكياج بحال الناس، داكشي درت المكياج بحال ما دايره والو. بالنسبه للكحل غندير هذا ديال كاجل، عييت من قلب عليه تلقيته، هو والاخر ديال الهرم لقيتهم بجوج وشريتهم بجوج، كيحمقوني كيجي كحل خفيف ما كيديع ما والو، كيبان بحال القلم، كيبان بحال ماشي كحل. انا نسولكم واحد السؤال واللي عرفت الجواب جاوبني في لي كومونتير، علاش كاينين بزاف ديال الناس، بزاف ديال البنات كنشوفهم اللي كتبغي تكحل كدير اش كتحلوا فمكم؟ عادي كنكحل عيني عادي، ما عنديش داك المشكل ديال خصني ندير، علاش عادي فهمتوا اشنو وقع؟ ضروري خصكم تحلو فمكم. صافي بحال هكا غندير الماسكارا ديالي ديال ايسونس بحال ديما، دو المكياج ديالي طبيعي جدا. بالنسبه للماسكارا كنستعمل هادي ديال ايسونس، وكنستعمل الخضرة ديال ايسونس حتى هي، وعندي حتى هادي ديال مينيستر حتى هي كنستعملها مره مره اذا كنت عندي غير شي حاجه في الدار ولا لا غير شقات ليا وصافي، ما غنصور ما حتى شي حاجه، كندير هذيك ثالث. بالنسبه للفومي غندير غير هاد البوماليف ديال الفازلين صغيور، شي فازلين هدا ملقيتش داك فازلين لاخر اللي كنت كناخد، وخديت واحد من الشمال مشيت ونسيتو وخديتو، لقيت فيه واحد الريحه مجهده ديال الفازلين نيت اوريجينال، في واحد الريحه خايبه ما عجبتنيش، مكياج ولا ماشي مكياج. بالنسبه للسر شتي السر اختي، كندير شي حاجه اللي متاكده منها ما غادي ليا الحبوب لا والو في وجهي،